الحمد لله خوتي يلاه خدمو يلاه بغينا نفرحو بها سكينة كتبقى تكدد ما كتبغيش تكزا ما كتبغيش حتى حاجة كتحيد من الجوع ديالك وتخليها علينا ما كاينش الحل عرضت الكلوة ديالي لبيع باش شي واحد يشري معايا الكلوة ديالو وعتق الأم ديالي سلموت أنا تقاي النداء ديالي هو تعيش الوالد ديالي ميمة اش كتحسي اليوم شوية والحمد لله اللهم اليوم ما عايش فعليش ايوا الحمد لله مريت من ربي وشكر الله حبيبي احنا غض الله ولدي احنا غض الله حبيبي الله جد موجود ايوا الحمد لله ضرب الله تعالى وتبارك يشكر لنا ونطلب الله آمين يا رب ونطلب الله تعالى وتبارك نشوف من الحالة والجزية الله يكرمها الحمد لله كي الدعوة مع كلهم الله يكرمها وليدي الله يزيد في الإحسان ديالي الله يزيد الإحسان ديالنا وحدة ربي فوقنا من عنده يا ربي يا ربي قدرنا البركة يا ربي آمين يا رب. السلام عليكم معكم أشرف الدري اللي دي هضرت مع الصحافه الاولين وقلت لكم انني بغيت نبيع الكليه ديالي وكما لاحظ في فيسبوك شحال هادي انني باغي نبيع الكليه ديالي من اجل الوالده ديالي وراه كل شيء شاف هاد الاخبار تقريبا وكاين اللي ساهم معايا الحمد لله كاين محسنين وكنتمنوا الخير الوالده ديالي والدي اللي مريضه بزاف عندها التشمع الكبد والتشمع الكبد كما قلت لكم من جاجه من دولي برام كانت كتشرب بزاف كانت كتشرب حتى 6 حبات في النهار عرفتي شكون كتشرب 6 حبات في النهار ديال الدولي برام وما غتبقاش الكبد واخا يكون حنا صحاح نشربو ما غتبقاش الكبد صحيح هي كانت كتطلع لها الحراره بزاف وكانت كتخاف من سكينه كتقول لك غنضيع ولادي غنمشي ندير مثلا نمشي اللي ندير لي ريم دي غنمشي عند طبيب عام نمشي لطبيب عام غندوز عنده غيخرج لي الدواء كيخرج داك الدواء كتكالما كتقول انا راه بخير وهي راه ماشي بخير هي كيخرج دولي برام كانت كتشرب حتى الحبات شويه 4 الحبات وديك الحراره غادي كتطلع هذيك الحركه تطلع من الكبده توصلت كتضرب 6 الحبات في النهار ما ضرباتش مده طويله حتى ان واحد النهار شطا لوكريش نفخات كرشه وشطا الوجع بزاف داك الشغوه جيت للدار لقيتها طايحه هزيتها ديتها للمصحه ديال الدوله خاصني المهم قال لي راه عند الكبد دقوا له واحد البرا جبناها للدار من جبناها للدار هذاك بقى زاد عليها الوجع زاد عليها الحال عيطنا لومبيلونس هزاتها ديناها المديونه شدوها طاو شي دواء طاو شي فانيد عتسنا ردينا للدار والو اين كتشوف داك الشيء غادي كيتزاد الوجع مازال هو هو شحال هو دابا بالسبيطار دابا اختي قلت لك هادشي باش بادي شي عام ونص اكين باش تزاد الحال بزاف هي من غنهزها بغي نديها للمستشفى ديال ابن رشد ديال الدوله ما بغاش يشدوها ليا حنا راه ماشي اوطي حنا ما عندناش اوطي هاد الحاجات ما كنشدوهمش عرفتي فاش دير الام ديالك كتقطع قدامك ومخنوقه وكيقول لك حنا راه ماشي اوطي ما كنشدوش هاد الحالات في نظرك شنو غتكون انت دير براسك بلاصتي شنو غتكون الراي ديالك كتشوف الام ديالك كتموت هي حداك وانت كتمشي عندهم كتقول لهم ديروا شي حل يا بنت الله كيقول لك ما عندناش حنا اوطي هي من ديك الوقيته فاش شتي الحق ديال ان الوالده ديالك يعني ما بين الحياه والموت بغيتي انك تبيع الكليه ديالك لا ديك الساعه باقي ما بغيتش نبيع الكليه ديالي ديك الساعه باقي كنقلب على الحل كنا من عرفت عندها التشمع الكبد باقي نقلب على الحل حيت باقي ما عرفتش انا الحل انه كدار زراعه الكبد باقي نقلب على الحل هذيك الساعه من ديتها نورشت باقي نقلب على الحل وما قال لك جا عندي طبيبه قالت لي بحال ما غادي يشوف بلا ما تخسر فلوسك بزاف اصلا هاد الحالات ما كيعيشوش جا بحال ما قبل هاد الهضره هضرت معاه شفت بحال ما كاينه طبيبه غتقول ما قلت لها شي حاجه حيت اللي كيعيش ولا ما كيعيش الله سبحانه وتعالى هو اللي كيخلي الانسان يعيش ولا الانسان ما يعيش الله سبحانه وتعالى كيقتل وكيحيي شحال من انسان قال لي انت غادي تموت وكيبقى سبحان الله عادي كيضرب 20 عام 30 عام 40 عام وشحال من انسان كيقول لي غادي يبقى وكيقدر يموت حيت الله سبحانه وتعالى هو العمر بايده حنا ما عليناش هي هذيك ديتها ما بغاش يشدوها ليا بقيت كنشوف جات الوالده ديال الدار
مغا صافي كنشوف الوجع كنشوف كرشة نفخات درها بقيت كنشوف هزيت ديتها للمصحة كلينيك ديال الفلوس جاتني التكلفة ديالو غالية المهم ديتها تما دخلتها دخلوا ينعشخوا وحيدوا من الماء من كرشة حيدوا لها من صدرها كنشوف على التنفسات كنمشي نشوفها كنشوف التنفسات هزيت الذهب اللي كان ديال مرت ديال مرتي بعتو خد نعاون به شو ما كافيش هزيت الذهب ديال الام ديالي تو بعتو مابقيتش كنتسنى غنتشاور معاها غنقول لها غنهزك الذهب ديالي غنبيعوه كنشوف ويدي ما بين الحياه والموت ما بقيتش كنصرف من هذاك الذهب كنخلص كنصرف مده 18 يوم عرفتي مده 18 يوم هي في كنينيك راه ما خا يكون عندك اللي كان والتكلفه ديالو غاليه بزاف ما بين 6000 درهم ل 8000 درهم الليله مازال هذا اللي ديناه لي دابا الحمد لله ما بين الدواء والكلينيك تقام 3000 درهم الليله دابا ما رايحه ل 16 وغادي 17 يوم ولا مار 18 حنا نديروا 3000 درهم الليله واخا تكون فاش تكون خدامه في اي خدمه ما تقدرش تزطيها 3000 درهم الليله كما قلت انا خدمت بزاف خدمت في طنجه جيت خدمت في كازا عمري انسان ما عمرك كنقول له يعطيني حتى شي درهم شحال من مره كاع شحال من مره كنجي على رجلي كنش بقى لي الصرف الاول وكنجي على رجلي ما كنقولش بنادم عطيني ولا كنقول له وقف ركب معاك ولا كنمشي للطوبيس كنمشي سالت فيه عادي نخلص ما عنديش ما نخلص نفسي حاره بحال ما انا نهار زادي خرجت من مدرستي كما قلت لهم خرجت انا في 2008 خرجت على قبل الوالد كان الوالد ديالي عيا بزاف وخرجت انا خليت خوتي ما بغيتش الوالد ديالي اصلا تخرج تخدم علينا خرجت مشيت لطنجة عندي 18 عام تقريبا من دخلت مع طنجة قال لي شوف ولدي انت جاي من كازا باغي تحرك هذا المدير ديال الشركه باغي تحرك لي ما غنخدم عندي الحرقه باغي نخدم مشيت خدمت ب 2200 درهم الشهر شحال كنخلي كنخلي 500 درهم وكنصيفط الاخرى كلها للمي الدار دارنا عائلتي وبغيت نخرج خوتي من راس بغيتهم يقراو الحمد لله قراو ماشي ما قراوش حيا ما يدفعوا الله دابا تيسرت الامور فهاد الشهر هذا كانوا خوتي مشاو مساكن طنجة يخدموا واحد خالي هو اللي شاف اليوم مو ما عليناش حيت كنعاود لك المعاناه راه ماشي معاناه من جيت الوالده ديالي حيت معاناه بزاف الحمد لله هاد الشيء علاش بغيت نقد الوالده ديالي خاصها مشات دخلت واحد الدكتوره مسكينه هي اللي وصفات الحاله ديال الوالده ديالو لقات عندها 25% عرفتي ضرب مده عام ونص وانت فاقد الامال وما خدتش الدكتوره للدقيقه 90 لقى عندها 25% وتوصف لك الحاله ديال الوالده وتقول كاين واحد الامال الحمد لله فرحت بزاف قال لي انا درت مع واحد لوبيطار كاين في تركيا كيدار معايا واحد تونسي كنت واصل معاه قال لي هاد الحالات راه كينجحوا قال لي خاص تكون فاصله بقيت كنشوف فاصله انا عندي الباسبور مشيت درت الفاصله لقيتها بحال ديالها فرحت عرفت شي فرحه اللي فرحت من قلت الفاصله ديالي بحال ديالها فرحت واحد الفرحه كبيره بزاف عمرني فرحت بحال وما عليناش هي هادي بقيت كنتواصل كيقول الناس لا راه كينصبوا الناس جا واحد الابن خالي ديالي بقى كيتواصل مع واحد الجمعيه في فرنسا هما اللي مكلفين دابا بالدوسي ديال الوالد ديالي سميتها لوليكالا هما مساكن من جيت وتبعت معاهم وهضرنا معاهم عرفت شي بزاف الناس كانوا اكثر من الوالده ديالي ونشحت لهم العمليه ديال الزراعه الكبير وهما هنا كانوا كيفقدوني الاماكن يقول لك راه غتقدر تموت اليوم ولا غدا هي هذيك من وصفات لي الدكتوره الحاله ديالها وقالت لي ها لي كاين وقالت لي شوف اشراف انا نقول لك واحد الكلمات الله يجازيها بخير الله يرحم لها الوالدي قالت لي تقدر شوف تقدر دير الوالد ديالك الزراعه الكبد ولا ما تقدرش اللي كنتي غدير للزراعه الكبد اللي خليتيها يمكن هنيك وخسرتي فلوسك وديتيها درتي للزراعه الكبد ولا ما قدرتيش ديرها ما خسرت حتى شي ريال جمع لوالديك وداو وتهلا الله فاتت تموت هضره ديال الصراحه الانسان اللي ما كيتقبلش كيتقبلها بكل كل شيء قال الحمد لله قلت لها انا غادي نتقاتل كان صحابي العمليه رخيصه ما قلتش قالت لي لا كثير فاش غنتواصل غنلقى ب 55 مليون نلقى بكثر مو ما عليناش تواصلت مع واحد كلينيك في فرنسا قال لي 175 وخاصك تكون عندك المتبرع 175 مليون وخاص المتبرع المهم بقيت كنشوف هاد الحالات كنشوف الثمن باهت بزاف اش درت ما كاينش الحل ما كاينش قلت لك انا نفسي حاره ما كنقدرش نقول لبنادم عطيني درهم شي شحال مره كنبقى بالجوع قلت لك من مشيت في 2000 وسميتو على 18 عام والله حتى كنبقى بالجوع والشو والبرد وكنصبر وما كنكونش ويدي انا اللي شيعان قلت لا بخير بخير عندي ديما كنشجع عندي بخير
ديما انا راه عندي بكل ثقه وكنبغيش نوريهم ماغاش نقارن. كنقول اللهم تجي في انا ونخرج الام ديالي للاب ديالي ما خلاهاش تريح. ديما الاب ديالي خدام كيضرب الحر ومنعيا هو مسكين نخليو حنا الام ديالنا تخرج تخدم علينا. لا قولها بها والله حتى شحال مره كنبقى بالجوع وكنمشي نخدم مع الدار وما كنقول لهمش وعندي 18 عام في عمر. فهمتي انسان ان عنده 18 عام يلا بغى يعيش حياته يلا بغى يقرا الحمد لله. ماما النداء ديالي هو تعيش الوالد ديالي هو ندير له العمليه وتعيش. علاش؟ حيت الحمد لله تيسرات ليا يلاه تيسرات ليا الخدمه يلاه قدام دابا مزيان الحمد لله خوتي يلاه خدموا يلاه بغينا نفرحوا بها. عرفتي كتشوق اي ام ولادها فرحانين بها هي عانت بزاف عرفتي مسكينه كتبقى تتكدد ما كتبغيش تكسر ما كتبغيش حتى حاجه كتحيد من الجوع ديالها وكتخليها علينا. شحال طلبوا لكم دابا في العمليه؟ طلبوا لنا 68000 اورو هي كانت هي 73 تقريبا مليون. فهمتي اذا شنو هذا الحل؟ شنو هذا الحل؟ ما كاينش الحل. عرضت الكلوه ديالي للبيع انا عرضت وفرحان يا ربي وكندعي الله وكنطلبوا باش شي واحد يشري من عندي الكلوه ديالو ويعتق الام ديالي. شنو موت انا تبقى هي حيت باقي نخوتي وباقي عندي اختي صغيره. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.